السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم جبر الخواطر، وعنوان حلقة النهاردة الملابس القديمة. لو كل واحد فينا حبايبي فتح دولابه وبص على الملابس اللي عنده اللي بيستعملها، صدقوني والله العظيم وعن تجربة، هتلاقوا على الأقل تلت الملابس اللي موجودة ومحشورة في الدواليب بتاعتنا احنا ما بنستعملهاش، لكن منها اللي احنا شايلينه على سبيل الذكرى، ومنها اللي شايلينه لان احنا ما بنفكرش نطلعهم، ومنها اللي احنا شايلينه يعني رجاء ان احنا في يوم من الايام ربما نخس شوية فنستعملهم مرة تانية. لكن صدقوني وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وجل جلاله. وفوق ده كله كمان يا حبايبي ربنا يبارك فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك ويقول ثلاث اقسم عليهن، والحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح. كان اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه. الله اكبر. في يوم من الايام مجموعه من الشباب الاثرياء في منطقه من المناطق الراقيه جمعوا نفسهم وقالوا ايه رايكم كل واحد فينا يكلم اسرته ان احنا نجمع كل الملابس اللي ما بنستعملهاش، هناخدها نغسلها ونكويها تمام ونروح نوزعها في المناطق العشوائيه. وبالفعل جمعوا تلال من الملابس، اكوام كبيره جدا من الملابس، وودوها لواحد بتاع مكوى وتنظيف، قالوا له اغسلها وكويها وعبها لنا في اكياس كده جميله كده، وخدوها وراحوا بها للفقراء في الاماكن العشوائيه. لا تتصوروا مدى السعاده التي ادخلوها على تلك الاسر الفقيره بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول يا جماعة الخير والله العظيم الملابس القديمة اللي عند حضرتك هي نفسها تعتبر كالملابس الجديدة عند الفقراء، بيفرحوا بها فرحة لا تخطر على قلب بشر. ممكن يكون توب عندك قديم وانت ما بتفكرش فيه ولا تعتني به، ممكن يدخل السعادة على قلب انسان فقير هو لا يملك ثمن التوب القديم ده، ولا حول ولا قوة الا بالله. اجبروا بخاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطركم من الان بالله عليكم. اللي يسمع المقطع ده بص في دولابك اللي انت مش محتاجه، طلعوا الانسان فقير ينتفع به او ينتفع به اولاده، والله العظيم هيبقى في ميزان حسناتك. من كسى مسلما في الدنيا كساه الله عز وجل يوم القيامه من سندس الجنه، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والاخره. ربنا يسترنا واياكم ويجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.